قسما بالناس اللي تبعك روح عندو اي عندو هذا تحيه الجزائر الجزائر تحيه الجزائر الله يرحم الشهداء الله يرحم شكل العويص اللي رانا عليه على السكن الاجتماعي تاع 701 سكن التي وزعت بدون مراعاة الأقدمية، يعني في فوضى فيها تجاوزات واختراقات خطيرة. رغم ذلك قدمنا شكاوى لرئيس دائرة ولم يسغى لنا، لا أذن صاغية ولا حياة المتولدي. أنا ومجموعة كبيرة من التسعينات، احنا جماعة التسعينات، واحد ما شافش ملفاتنا، ما شافوش ملفاتنا تاع 2013 2014 2018 2017 هادو يستفادوا. 20 سنة مهمشين فيما يخص السكنات الاجتماعية، مواطنين ما زالوا في أزمة كبيرة وهي السكنات الاجتماعية. علاش ما تكونش لجنة نزيهة وتشوف الناس نتاع ولاد المول اللي يستاهلوا نمدوا لهم السكن؟ انا نطالب من هذا المنبر، نشكر قناه النهار انه اللجنه هذه نطالب والي ولايتي لمسنا التحقق او التحقيق في هذا المجال. شحال من خطره وانا ندخل عندنا راني طالبه من رئيس الدائره يشوف فيا ويشوف في بناتي، يشوف في ذا الانسان الحارس مسكين اللي شحال من عام وهو مخلوق يخدم. انا راني طالبه يبيت وكوزينه لبنياتي، مانيش طايبه المحال. نحن هنا نطالب السلطات العليا وعلى راسهم وزير الداخليه ووزير العدل بفتح تحقيق في هذا التقسيم السكن الاجتماعي.